مرحبا ورحمة الله وبركاته، معك حسن تيجي نائب الرابطة الحسنية لحقوق الإنسان. حنا تنأجرو العون سلطة جواد المرقب جواد، حنا تنحيو على هذا النضال ديالو. إن أول عون سلطة في المغرب طلق إن كاين فساد في الدائرة ديالو وتنشجعوه، وهذيك الكلام اللي كان قال عون سلطة جواد كاين الميل الهضرة اللي كان يقول جواد كاين فساد مدينة الرحمة، كاين فساد، ولكن المشكل ديال جواد فين غلط؟ في التشهير. كوما شهر بقات غادي المسطره كما كانت غيكون خير ان شاء الله معاها. جواد غلط واحد الغلطه شهر بيجن، ولكن باش ولكن واحد المشكل فين كاين؟ لا يعقل 11 واحد تابعوا في الملف في التشهير. كاين شي حويجات ان جواد فين كان يهضر كان موظف. خالته الزوجه ديالو خالوه ان داروا به اعوام سلطه كان يجيو وكان يخضروا كان يجيو لي للدار وتيقولوا لي القايد دار تعال ترك حنا معاك حنا الدار هذه. هذا هو المشكل اللي دفعوا جواد دفعوا لهاد العافيه. جواد ضحيه ان كاينين ثلاثه اعوان سلطه مدينه الرحمه هما سبب الفساد. جميع الخلقات كاينين مدينه الرحمه بهاد الثلاثه. حنا ما تنقولوش القايد ما تنقول حنا ثلاثه اعوان سلطه هما سبب المشاكل. حنا الحمد لله باقي الملف ديالنا جاهز والمحامي ديالنا وعيعطي تصريح. المحامي ديالنا هو اللي عيعطي تصريح. عاون سلطه جواد، جواد ما كذب حتى حاجه، جواد ما نافق حتى حاجه، جواد شويه دير عطا ولكن طلب الله سبحانه وتعالى يدير فيها خير في هذا المسائل اللي تابعه النيابه العامه عليها. جواد قال كاين فساد كاين فساد. وتنقول ديما كاينين ثلاثه الناس هما اللي منوضين الفتنه في مدينه الرحمه. هما اللي مخسرين السمعة ديال مدينة الرحمة ولاد حمد. وتنطلب المغاربة باش يتعاطفوا مع الأخ جواد عون سلطة. إن تنشوفوا عون سلطة واحد أو أول واحد في المغرب عون سلطة بين الفساد سابق أول واحد بين الفساد كاين في عون سلطة في مدينة الرحمة جواد. وتنشكروه على النضال ديالو. حنا كحقوقي تنشكروا جواد على النضال، ضحى من خدمته وضحى ومشى للحبس. هاد الناس زعما قليل فيهم، وكانوا المغاربه كلهم تيحاربوا بحال تيسرحوا بالفساد. كل بلاد ديالنا الحمد لله مزيانه وشكرا.